وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي الشكر لطارق عامر على ما بذله من جهود خلال فترة توليه مسؤولية البنك المركزي بعدما قبل اعتذاره عن عدم الاستمرار في منصبه. كما أصدر الرئيس السيسي قرارا جمهوريا بتعيين طارق عامر مستشارا لرئيس الجمهورية. وصف البيت الأبيض توقيع الرئيس الأمريكي جو بايدن على تشريع خفض التضخم في العاصمة واشنطن بأنه أكبر التزام بالحد من التغيير المناخي في تاريخ الولايات المتحدة. وكان بايدن قد وقع مشروع قانون بقيمة 430 مليار دولار كأكبر حزمة مناخية في تاريخ الولايات المتحدة، والذي يستهدف تقليص انبعاثات الغازات المحلية وأيضا خفض أسعار الأدوية. قال مدير إدارة التعاون الاقتصادي بالخارجية الروسية إن المواجهة المحتملة بين الولايات المتحدة والصين حول تايوان ستؤدي حتما إلى تدهور الوضع في الاقتصاد، مضيفا أن الصين تمتلك قوة اقتصادية عالمية يمكن مقارنتها بالاقتصاد الأمريكي، وستصبح الأمور صعبة في حال المواجهة. بلغ التضخم البريطاني أعلى مستوياته في 40 بارتفاع أسعار المواد الغذائية، فيما تواجه بريطانيا احتمال حدوث ركود. وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن مؤشر أسعار المستهلك ارتفع إلى 10.1% الشهر الماضي، فيما حذر بنك إنجلترا من أن التضخم سيرتفع إلى ما يزيد عن 13% هذا العام. تفقد رئيس الوزراء مشروعات مبادرة حياة كريمة بقرية أبو صير بمحافظة الإسكندرية، مؤكدا أن الحكومة تحرص على متابعة مشروعات حياة كريمة في كافة المحافظات للتأكد من سير العمل في ضوء البرامج الزمنية المقررة. كما تفقد مدبولي سير العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها بميناء الدخيلة، مؤكدا أن الدولة تنفذ حاليا خطة متكاملة لتطوير الموانئ المصرية وفقا لأحدث النظم العالمية لتصبح مصر مركزا عالميا للتجارة واللوجستيات بتكليف من الرئيس السيسي. بحثت وزيرة البيئة ياسمين فؤاد مع وزير التنمية الدولية الكندي تعزيز التعاون المشترك في تغير المناخ والتنوع البيولوجي، مشيرة إلى أن مؤتمر شرم الشيخ للمناخ يسعى لإتاحة الفرصة لكل الدول الأطراف للخروج بمزيد من النتائج العملية القابلة للتنفيذ، موضحة أن التحدي الأكبر هو إمكانية وصول الدول للتمويل، مما سيضع أمام المؤتمر ضرورة ملحة لمناقشة زيادة حجم تمويل المناخ وآليات تسهيل الوصول إليه. أفرجت وزارة الداخلية صباح اليوم عن دفعة جديدة من المحبوسين احتياطيا بعد تنسيق بين لجنة العفو الرئاسي والنيابة العامة والأجهزة المعنية، حيث تم إخلاء سبيل 25 شخصا من المحبوسين احتياطيا. كما وجهت لجنة العفو الرئاسي الشكر والتقدير للنائب العام والنيابة العامة والأجهزة المعنية على سرعة إنهاء الإجراءات. تواصل مؤسسة حياة كريمة فعالية القافلة التنموية الشاملة في الفيوم مبادرة أنت الحياة، وتهدف المبادرة إلى تطوير حياة الأسرة والطفل على كافة الجوانب الحياتية وتقديم حملات توعية وبعض الورش التدريبية، إضافة لتسيير القوافل الطبية، حيث وفرت المبادرة خلال يومين أكثر من 500 فرصة للحصول على العلاج والكشف على 600 مواطن في مختلف المبادرات.